لا يا قلبي، اعفيني من حكاية البيات عند ماما دي. المشوار بعيد وأنا لازم أفضل هنا، عندي شغل متلتل. واقفة كده ليه؟ ارفع لك بقى. يلا. حاضر يا فندم. الله 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 الله. سالم سيبها. وانتي اسلوبي طولك كده وبلاش دلع ومسخرة. ضغط يا هانم غصب عني. طب يلا خلصيني اخش على جوه. حاضر. وانت؟ ايوه يا قلبي. بلاش الحنية دي مع الشغالين، لو حسن الحركات دي بتخلي علينا مش هنخلص. بس شكلها كان تعبان فعلا. حركات قلتلك، كهنة فلاحين. ولا انت ليك رأي تاني؟ لا يا قلبي، ده كهن ومحن كمان. عن اذنك هروح اغسل ايدي. مش هتحلي؟ يا حبيبتي اللي يبص في وشك مش محتاج يحلي. مالك يا قلبي مالك؟ روحي رايحة مني وعلى طول دايخة والدورة ما جاتش. يا نارك اسود، يعني ايه؟ شكلي كده حملت منك. وحامل من امتى؟ وايه اللي سكتك كل ده؟ ما خدتش بالي غير لما اتأخرت. ما خدتيش بالك؟ ايه؟ هتعمل ايه؟ واضح ان في واحد من الشغالين هنا استغل هبلها وطيبتها وورطها معايا، بس باينه خايفه منه. واوامر معاليك. انا مش عايز اي مشاكل او فضايح في الفيلا، انت عارف اهل بهيره مراتي لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يفهموا الموضوع كله غلط. في الحقيقه سيادتك لا مؤاخذه يعني الست هانم شكاكه وبتغير على حضرتك جدا جدا. مش مهم انها تغير، مهم انها تعرف كل حاجه عني، غير بقى انها تعرف كل شغلي اللي تحت الترابيزه. وانت عارف الست لما تحس انها اتجرحت ممكن في لحظه غضبها تهد كل حاجه. ده غير بقى ان نجات ما تقدرش تروح لعلاها وهي في الحاله اللي هي فيها دي. تحب حضرتك يشوف حد يخلصها من الجنين؟ لا لا لا، ده لا امان ولا مضمون. دي خلاص تقريبا دخل على الرابع، يعني بدل ما تبقى مصيبه هتبقى مصيبتين. ده غير بقى التحيات والشوشره. انا من رايي نقطع العرق ونسيح دمه، نخلص من واحد احسن ما نخلص من اثنين. خدي دول دلوقتي خليهم معاكي واصرفي منهم لغايه لما تقومي بالسلامه. وعاجب هياخدك مكان امان محدش هيعرف يوصلك فيه غيره، وهيفوت عليكي كل شهر عشان يديكي المصاريف. يعني ايه؟ انت مش هتتجوزني؟ لا، ده ما كانش كلامك ليا. امال انا بعمل ايه؟ ما تفهمي بقى. بصي فهمي، انا اصلي محتاج شويه وقت عشان اوضب كل حاجه. وبعدين انت فاهم ان مراتي وقالها لما يسمعوا حاجه زي كده هيسكتوا. انا كمان ما يرضنيش ان ابني ولا بنتي يطلعوا ولاد حرام. كل اللي انا بطلبه منك انك تسمعي الكلام اللي هقولك عليه عجبي وتنفذيه بالحرف الواحد ده. اذا كنت عايزانا نتجوز، مش انت برضو عايزانا نتجوز يا نجاة؟ ها؟ انزلي انزلي. انزل فين؟ انزلي بقول لك. تعالي جري. ايه يا عم عجمي؟ ايه يا عم عجمي؟ انت هتقتلني؟ عبد المأمور يا بنتي، سلم بيه قمر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد. اهدي شويه. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد. اهدي شويه. اسمعيني اسمعيني، انا هسيبك تمشي. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. واعملي حسابك لولا افضل ابوك عليا الله يرحمه واللي وصانا عليكي انا كنتش عملت كده. ويا رب يا رب ما ندمش. والمصحف بعدين ده يا عم عجمي. بقول لك ايه، انت لازم تختفي في اي بلد بعيد عن هنا بقيت عمرك، ولازم تعرفي انك لو ظهرت تاني انا ساعتها اللي هموتك. سالم بيه مش هينسى ابدا اني عصيت له امر وعرضت سمعته للخطر. يعني انا دلوقتي بحط حياتي قصاد حياتك، ويا رب يا رب ما اكونش غلطان. اقسم لك بالله ما حد هيعرفني طريقي ولا هتشوفني تاني ابدا. وجيت على الاسماعيليه هنا والقرشين اللي اداهم لي، عملت الكشك اللي ربيتك منه ونجرت المطرح ده، والباقي انت عارفاه وعشتيه معايا. عارفه ايه وعشت ايه؟ انت ازاي تعملي فيا وفي نفسك كده؟ ازاي ترضينا بالعيشه المقرفه دي طول السنين اللي فاتت؟ ويطلع مين عبد ربه اسماعيل ده اللي فضلت اقول له يا بابا لحد ما مات؟ الله يرحمه ويستره، زي ما سترني وعرف بحكايتي وقبل بيا وبيكي. دي جريمه. ما صعبتش عليكي وانا متمرمطه من صغري؟
بشتغل من وانا عندي 12 سنه في اجازات المدارس عشان اساعدك على المصاريف، وانا ابويا من اغنى الناس في البلد واسمه على كل لسان. انت ازاي تعملي فيا كده؟ وليه دلوقتي جايه تقولي لي عشان اعيش متعذبه اللي باقي من عمري، ولا اروح اقتله زي ما كان عاوز يقتلك؟ لا اوعي تعملي كده، ما تخلينيش اندم اني قلت لك. انا كنت عايزه ابرئ ذمتي قدامك وقدام ربنا عشان لما يقابل وجهي كريم. سامح سامح سامحيني يا بنتي، انا حاسه ان انا رايحه. انت ضايعه يا سامح. ماما ماما ردي علي، انا بسمعك من المصحف، ردي علي ابوس ايدك، ردي علي يا ماما لو سمحت. ماما ما تسيبنيش لوحدي، ما تسيبنيش لوحدي، ابوس ايدك ابوس ايدك.